اختتمت الجولة السادسة من محادثات أستانا بالاتفاق على إنشاء مناطق جديدة لخفض التصعيد في سوريا والتوصية بالعمل على دفع الحوار والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. كما اتفقت الأطراف المشاركة على أن تنعقد الجولة المقبلة من المحادثات في أواخر أكتوبر المقبل. بعد يومين من المحادثات في كازاخستان اختتمت الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا. محادثات هذه الجولة انتهت بالاتفاق على إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر. وذكر بيان مشترك في أستانا أن المناطق تشمل بشكل كامل أو جزئي كل من الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة. وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر قوة مراقبين من روسيا وإيران وتركيا لضمان الأمن في هذه المناطق ومنع الاشتباكات بين القوات السورية والمعارضة. رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات أستانا بشار الجعفري قال إن حكومته ستتابع على مدار الساعة تنفيذ ما توصل إليه بيان أستانا، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم بشأن مناطق خفض التصعيد إجراء مؤقت لمدة 6 أشهر يمدد تلقائيا إذا وافقت عليه جميع الأطراف. كيف يمكن للحكومة التركية، كيف، ما هي الضمانات بالنسبة للحكومة التركية؟ الضمانات يجب أن يتابعها الضامنان الآخران الأخريان، روسيا وإيران. هذان الضامنان هما اللذان سيسألان الجانب التركي عن مستوى الالتزام وتطبيق هذا الالتزام بموجب البيان الختامي. بيان أستانا أكد كذلك أن إنشاء مناطق خفض التصعيد لا يقوض تحت أي ظرف سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وهو ما شدد عليه الجعفري حين أكد أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في سوريا دون موافقة حكومة دمشق. أننا في سوريا كحكومة شرعية نعتبر وجود أي قوات عسكرية أجنبية فوق الأرض السورية غير شرعي، أن أي تواجد عسكري سواء كان أمريكيا أو تركيا أو بريطانيا أو فرنسيا أو أي قوة عسكرية أخرى قادمة من كوكب الزهرة أو جوبيتر أو زحل قوات غير شرعية بموجب القانون الدولي. في الوقت نفسه دعا المجتمعون في أستانا الأطراف المتصارعة في سوريا والمجتمع الدولي إلى استخدام الظروف المواتية لتكثيف الجهود وإعطاء زخم للحوار والنهوض بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون معوقات.